شيخ هيثم، في بعض الناس وللأسف يعني لهم مشاهدين ومشاهدات، كل كلامه يقول أنا شفت حلم وأنا شفت رؤية وأنا أحس وأنا شفت، أنا شفت أن الدولة الفلانية ما راح يصير فيها كذا، الدولة الفلانية مشروعها راح يكون فاشل، فلان فيه جني، فلانة مسحورة، كله بالأحاسيس والأحلام والرؤى. الله المستعان. والرؤى عندنا في الشرع يعني ما تقدم ولا تؤخر ترى. يعني الآن مثلا الشريعة هذه كاملة الحمد لله، ولا أحد يعلم الغيب. يعني ما يأتي إنسان يقول والله بكرة يقع كذا يجزم، أو يعني يحصل كذا يجزم. الرؤى مبشرات، هذه إذا كانت رؤية صحيحة. أما أنه يجزم يقول مثلا فلان في جني في سحر وأنا رأيت كذا، ورأيت أنه مثلا تقوم القيامة يوم كذا، أو يحصل لك كذا، أو تموت بعد كذا، أعوذ بالله، هذه ما هي عندنا جزم أصلا. الرؤية تعبر، لكن ما يعبرها أي إنسان، ولا أي إنسان نأخذ منه رؤية ويدعي أنها رؤية. ممكن هي أضغاث وأحلام، ممكن هي من الشيطان، فليس أي إنسان يأتينا. طيب معنى هذا لو فتحنا المجال الآن اللي تراه الآن في القنوات وكذا، يعني أشياء خيالية يا رجل كثيرة جدا. طيب معقول هذا ما كانت تأتي زمن النبي صلى الله عليه وسلم رؤى ويقص على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان فيه جزم أن يجزم أو يقول كذا أو رأيت في كذا وكذا. ونحن نعرف يعني بعضهم يعني كاذب، نسأل العافية والسلامة، لا رأى رؤيا ولا شيء. فالرؤى أخواننا ليست يعني بهذه الطريقة. يعني الأشياء التي يراها الإنسان في منامه ثلاث أشياء. الأول رؤية صادقة، لكن هذه يعني يعبرها إنسان عنده شرع، عنده دين، عنده تقوى، لأنها الرؤية فتوى. أفتوني في رؤياي، مو أي إنسان يعني يرى الرؤية. الثاني حديث النفس، يعني أنت أيام الاختبارات مثلا، أو إذا عندك سفرة بكرة تنام تشوف الاختبارات وتشوف الطيارة مثلا. صحيح، هذا يعني حديث نفس، هذا ما يقدم الآخر، وهذا أكثر تركيز هؤلاء المعبرين على هذا حديث النفس، لأنه يسمع يقول عندك سفرة، عندك اختبارات وخايف من اختبارات كذا. الثالث أضغاث وأحلام. فالرؤية إنسان إذا استيقظ من نوم رأى ما يكره، هذا لا يقصه أبدا، ينفث على يساره ثلاث ونستعيذ بالله من شرها، يعني من الشيطان ومن شر هذه الرؤية، لا تضر بإذن الله. فإذا ليس أي شيء يرى الإنسان يقول، ولا يقول الرؤيا لأي أحد. يعني ما تقصص رؤياك إلا على إنسان عالم ناصح، ليس كل أحد نقص عليه الرؤية. ليس أي أحد الآن يفتح قناة في التلفاز ولا كذا، لأن بعض القنوات نسأل عليها السلامة هم يستعملوا الشياطين يا شيخ، والله كهانة واستعمال الشياطين، ويعني أوقع الناس في الشرك نسأل عليها السلامة. ادعاء علم الغيب يا شيخ، ويصدق هذا، يصدق فيما يقول أنه خلاص ما يحصل كذا، مما يعني مثلا، يعني مثلا مرتب انه مثلا بعد 10 أيام افتتاح، مثلا افتتاح مركز تجاري، فهذا يقول رأيت رؤيا انه ما يفتتح المركز التجاري، وقد يقدر الله سبحانه وتعالى انه ما يفتتح هذا المركز التجاري. يعني هل معنى هذا انه رؤيا دائما صادقة ويعلم الغيب؟ اعوذ بالله. طيب نسأل عافية السلامة، اذا خرج الدجال ايش يصنع هؤلاء؟ نسأل عافية السلامة، اذا ما يمكن يا اخي يصدقوا هؤلاء. الله المستعان. الله يجزاك خير يا شيخ.